عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد. بالطبيعة فيديو اليوم مش كيما فيديوهات الكل، فيديو سبيسيال برشا بالنسبة ليا. حبيت نصور الفيديو هذا باش نبارتاجي معاكم الفرحة اللي حاسة بها وتحسوا معايا حتى شوية باللي نحس بيه تو، انكم تعيشوا معايا اللحظة. وقبل ما نبدا الفيديو نحب نشكركم على مساجاتكم اللي قاعدة توصلني، برشا حب برشا دعم وبرشا حماس. تحبوا تعرفوا شنو هي المفاجأة؟ نعرف اللي يعني خليتكم تستناو برشا، اما صدقوني عمري ما كنت مشغولة بالطريقة هذه. وانتم ديجا لاحظتوا باللي يعني غبت برشا على السوشيال ميديا لدرجة انكم تحسيبوني بطلت ولا ما عادش باش نصور فيديوهات ولا سيبون وقفت المرحلة غادي، انه ما عادش فما حاجات جديدة، ما عادش فما تطورات. لا بالعكس، ما وفاتش الحكاية غادي. تفكروا وقت كنت نقول لكم باللي الأحلام تخلقت باش تتحقق مش باش تبقى مجرد أحلام. يعني اليوم أنفان الحمد لله يا ربي حققت الحلم نتاعي. ديما نقول باللي إذا كان تحقيق الحلم نتاعي مستحيل فأني باش نعمل المستحيل. بالحق ما أحلاه الإحساس على الآخر إنك تبني حاجة نتاعك، وما نحكي لكمش عادة على الإحساس نحس به توا. قول علي أول مرة نوقف قدام الكاميرا وأول مرة نحكي ترى الكلام برشا فرحة. يلا سيئة لازم نقول لكم 1 2 3 الحمد لله أسست شركة. أنفان الحمد لله أي نعم ولا عندي توا سوسيتي نتاعي. ياي. بالنسبة للشركة سميتها سام كودينغ، حاولت أني ندخل فيها اسمي. دونك سام من سمر وكودينغ معروفة البرمجة. الشركة هذه بنيتها من الصفر جست باش نوريكم تصويرة الشركة من برا، ماني باش نصور لكم الداخل شنو فما، خاطر فما شوية تحضيرات عملكم شوية سسبانس كمان. Donc bois de développement en même temps fio c'est un centre de ta formation. Il y a côté les projets, les sites web, les applications, etc. ديزاين. بالطبع ارائكم تهمني برشا، خاطر نحب شنو انتم تحبوا تتعلموا بالضبط، شنو تحبوا تلقاو موجود في الشركه بالضبط. دونك ان شاء الله بحول الله وقدره الاله ان شاء الله باش تلقاو كل حاجه تحتاجها، كل حاجه تحبوا تتعلموها باش تلقاوها موجوده ان شاء الله في الشركه. باش نحاول نعمل مجهودي الكل باش تكونوا فرحانين وتلقاو راحتكم. ما نحبش نطول في الفيديو هذا برشا، لكن عن قريب ان شاء الله نصور لكم فيديو فيه كل شيء بالضبط بالديتاي. يعني بالنسبه للمعنى نتاع اللوجو ولا المعلومات اكثر على الشركه اكيد كما قلت لكم باش نوضحها في فيديو اخر. بيان سور باش يكون فما افتتاح والافتتاح عن قريب. سام كودينغ كانت حلمة امنت بها صدقتها وخدمت عليها باش نوصل نحققها على ارض الواقع. برشا تعب وبرشا صبر شويه خوف برشا ثقه في روحي وفي ربي سبحانه اللي هو مش باش يخليها بيا. والحمد لله وصلت. اكيد المشوار طويل برشا، الثنيه مازالت طويله. طول عمري كنت نحلم اني نكون صاحبه شركه، يكون عندي مشروعي الخاص، اني نعمل حاجه نتاعي غرامي ودوماني، والاهم نعمل البصمه نتاعي في المجتمع. وقت خممت اني باش نعمل سوسيتي ما كانش في مخي انه شنو باش يصير من بعد، خاطر تو سامبلومون بالنسبه ليا اذا فشلت ولا نجحت ماهيش نهايه العالم. المهم جربت، المهم جربت وما بقيتش مكتفه يديا وما عملت حتى شيء. المهم وصلت للنقطه هذه، المهم ما يجيش نهار ونقول يا ليتني كان عملت سوسيتي راني كذا وكذا وكذا. تحديت روحي، تحديت الناس الكل اللي راهنت على الفشل متاعي. صحيح مازلت صغيرة والبدايات صعيبة، لكن بالخدمة والإصرار والثقة في ربي سبحانه نهايات أكيد باش تكون أحسن. اللحظة هذه نحب نقول لكم يا ننجح يا ننجح. في قاموسي ما عنديش كلمة اسمها فشل، ما عنديش كلمة اسمها مستحيل. كل شيء بسيط، مادام عملت اللي عليا ما يجيني كان الخير، مادام نجحت باش حققت حلمة نجم نحقق أي حاجة قالوا عليها الناس مستحيل. أني خدمت عملت جهدي الكل باش أسست الشركة، الصعيب تعدى باش نمشيو لمرحلة أخرى. عملت اللي عليا توا والعمل على ربي، الخدمة ثم الخدمة ثم الخدمة. وأهم حاجة مستحقة الدعم متاعكم، مستحقة ثقتكم. فما تنساوش انكم تدخلوا تعملوا متابعة لجميع حسابات سام كودينغ، سواء على فيسبوك انستغرام يوتيوب على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وتنحط لكم جميع الروابط تحت الفيديو هذا في صندوق الوصف. انا زيدا فما موقع الشركة موجود زيدا في صندوق الوصف، كل شيء تلقوه تحت الفيديو هذا. ولا هكا عليا كنقول لكم نشوفكم عن قريب مع برشا تطورات وابداعات مع سام كودينغ.